مايا زنكول. مايا اهلا وسهلا فيك عن جديد. بالبدايه هيك حب اعرف ردات الفعل اللي وصلت لك لحد اليوم على البلوج. اول شيء بدي اتشكركم على الريبورتاج الحلو. كرمال ردات الفعل كل يوم بيصلي ردات فعل من كل الناس يلي بيدخلوا على الموقع. اكثر الوقت في عالم بيضحكوا مثلا، بايدوا الشيء اللي عم بقوله او بيخبروني قصه صارت معهم بتشبه القصه يلي صارت معي او يلي عم خبرها. اصحاب اكثر شيء او ابتديتي بالاصحاب وتوسعت القصه؟ بلشت اول شيء باصحابي فرجيهم الرسمات، وشوي شوي مع الوقت صاروا هن يفرجوا اصحابهم، وصارت عم تنتشر يعني لكل الناس، كل الشباب اللبنانيه يلي بيلاقوا حالهم بالرسمات يلي عم بحطهم. طب هيك شو افضل شيء يعني بتتذكري ردات فعل حبيتيها كثير علقت ببالك كثير؟ في شخص مره كتب لي انه هيدي his daily cup of laughter، يعني كل يوم مع القهوة هيدا فنجان الضحك تبعه، يعني كل يوم وقت يفوت على البلوج مع القهوة بيفوت يشوف شيء بيضحكه وبينسي المشاكل اللي حواليه. طيب امتى بتتفرغي لتقومي بهالرسومات مايا؟ كل ليلة قبل ما نام بكون عم بتذكر شو صار معي اشياء بالنهار، وبكون صاير اشياء بيعصبوكي بدك تفشي خلقك بطريقة، فبلاقي احسن طريقه تفشخ خلقي هي انه خبر القصص اللي صاروا معي من خلال هالرسمات وفرجيهم لغير عالم تشوف هن شو رده فعلهم. يعني هيك انه اعطيني هيك فكره عن نهارك، انت بتقومي مثلا على بكره عندك شغل معين، بتروحي مثل ما شفنا بالتقرير على بنك او مصرف معين بيكون عندك عمليات بدك تخلصيها، بتاخذي الامور بمسخره ولا دغري بتسجلي شو صار معك، بتقولي انه هالليله بدي اعلق على الموضوع؟ بخلال النهار من اول ما نبلش بطلع بالسياره الطريقه اللي بيسوقوا فيها الناس على الطريق، بتجيني 100 فكره اشياء بدي اعبر عنها، مشاكل حدا بيدوبل عليك، حدا بيقطع عكس السير، كلهم اشياء بدي اعبر عنهم بدي اوصلهم يعني للناس. بيرجع بالشغل الطريقه اللي بيتعاملوا فيها الناس معي كانه بتواجه مرات مشاكل، يعني مرات بحط مشاكل صاروا معي بالشغل او بالطريقه اللي بتعامل فيها مع ناس بالدكان، حدا سكر عليك السياره، اشياء بيعصبوا كل واحد منا يعني، وبدك تعبري عنهم بطريقه. احسن شيء انه بلاقي الرسمات. طب في ردود اوقات فعل سلبيه على سكتش معين؟ اكثر شيء اجاني ردود سلبيه فتره الانتخابات، لانه كنت عم بنتقد بعض الدعايات اللي انحطوا. هلا انا على طول سياسيا كل الانتقادات اللي بعملها هي موضوعيه، يعني من وجهه نظر حدا براني، لانه ما انا ضد السياسه وما بفوت بولا حزب، فبجرب انه خلي الناس يشوفوا مشاكل معقول يكونوا من وراء السياسه. هلا وقتها انتقد حزب معين على طول الاشخاص اللي معه انه بيزعلوا يعني، بس غير هيك لا، عاده بياخذوهم بمزح وبينبسطوا فيهم يعني. لانه الفكره مهضومه يعني والرسومات مهضومه كمان مايا، مثل ما شفنا. قد ايه بتتعبي يعني انه الفكره يمكن بتكون ببالك بس انت وقاعده عم تنفذيها؟ يعني بالنهار بقعد شي ساعه برسم، عشية قبل ما انام بتروق لي اعصابي، يعني انا وعم برسمه بصير عم بضحك، انه احسن شيء كل المشاكل نضحك عليهم نخبرهم بطريقه بتضحك تنساهم. يعني هون دائما بتعتمدي، يعني اذا بيصير معك موقف معين بنهارك بتعتمدي اسلوب السخريه، يعني بتاخديها بطريقه بتضحك انه ايه على طول بجرب قد ما فيي اخذ الاشياء بطريقه بتضحك، لانه بلبنان بيصير معنا كثير مشاكل، واذا بدنا نعصب على كل شغله بتصير انه بنضل معصبين، واذا بتشوف الناس حوالي بيضلوا معصبين، فبقول ليه ما بناخذ هالمشاكل وبناخذهم بطريقه ايجابيه وبنضحك عليهم يعني بنتمسخر عليهم. طب انت يعني هون كجرافيك ديزاينر يعني بتعتبري حالك ايضا كفنان او كرسام او كشاعر، يعني بتعبري بهالطريقه عن الافكار اللي بتجول بخاطرك كل يوم؟ مزبوط، انه بلبنان الجرافيك ديزاينرز بيفكرون كثير انه يمكن بس بلونه او بيصمموا شيء انه له هدف مادي، بس لا، الجرافيك ديزاينرز مثل الشاعرين ومثل الكاتبين عندهم مسج يوصلوه للناس، والطريقه اللي بيوصلوها هي بيوصلوا لها ناس اكثر، يعني بتعبري من خلال الرسم الاولاد والكبار واللي ما بيحكوا لغتك كلهم رح يفهمون، مع انه اذا عم تحكي بلغه معينه يعني هيدي اصعب لتوصل المسج. فبرايي انه ايه الجرافيك ديزاينرز لازم يستعملوا هاي القدره اللي عندهم اياها انه يعبروا تيوصلوا صوت للناس. طب مثلا مايا اليوم شو صار معك شيء بتنزليه على البلوج اليوم عشيه او بكره؟ اليوم صار معي قصة، شخص بشتغل معه على طول بيشارعوني لحتى ينزلوا السعر، انه بس تشتغلي فريلانس مع العالم بدك تتعاملي معهم دغري، فبجرب قد ما في يكون يعني
فير اعطي اسعار منيحه، فعلى طول بيجربوا بيضلهم بيشارعوك بيشارعوك تاخر شيء يعملوا اللي بدهم اياه. فهذا موضوع معصبني والليله رح ارسم عنه. طب شيء صار معك اليوم مثلا على الحره رح؟ لا اليوم كل شيء منيح ميرسي يعني. طب اشياء يعني دائما تحكي عن الاشياء السلبيه اجمالا مثل ما قلنا بتاخديها هيك بمسخره وبطريقه ضحك وهيك، اذا صار معك شيء كثير حلو بالنهار كيف بتعبري عنه؟ كمان بعبر عنه، مثلا من فتره صار معي قصه، ضيعت عوينه شمس وحد البيت فكرتهم راحوا، يعني عاده انه خلص بس تضيع شغله ما لها كثير قيمه كبيره ما بتفكري ترجع تلاقيها، واجا شخص من جيران ما بعرفهم يعني من بنايه ثانيه رجعوا لي اياهم على البيت واصروا انه يتاكدوا انه العوينات رجعوا لصاحبهم، كثير انبسطت لانه ما كنت موقعه رح يرجعوا لي مثلا. فهي شغله منيحه عم فرجي انه بلا في امل، بعد في ناس منيح وبعد في ناس انه عندهم يعني قيم وهيك. يعني انت بتعبري هيك عن الامور الاجتماعيه اللي بتصير معك، عن الامور الحياتيه اللي كل يوم حتى السياسيه، كمان يعني لتعبري يمكن هو اللي فيك تعبري عنهم، بس الامور الانسانيه هيك الحساسه كثير بالنسبه لك واللي بتلفت لك نظرك بالنهار، مثل انه تشوفي شيء اثر كثير فيك، كمان هون كيف فيك تعبري عنه بهال بنفس الطريقه يعني بنفس السلاسه بتعبري عنه، ولا في امور بتلاقيها اصعب تعبري عنها بكثير من امور ثانيه؟ اكيد في امور حساسه كثير تتعبري عنها، مثلا من فتره كنت عم برسم عن موضوع الخدم بلبنان، انه انا برايي هيدا نوع انه من شوي من الاستغلال البشري وبدي اعبر عنه لانه لمجتمع بلاقيها شغله كثير عاديه. فكان اصعب كيف رح اقرب على الموضوع، بس كمان جربت اتبع اسلوب السخريه لانه بالنهايه انه بحب اخذ الاشياء بالضحك، ما اخذ الاشياء بطريقه بتزعل او بتعصب لانه عندنا مشاكل كثير. وانه طيب هلا من بعد هيدا البلوج يعني ومن بعد شغلك اللي بياخذ اكيد انه حتى لو ساعه بس بياخذ مجهود فكري وجسدي، بتفكري انه مثلا هيك بلوج لازم يكون لانه هو جريده يوميه، كيف بتفكري انه تطوري هالفكره؟ هلا في كثير افكار يمكن في اعملهم كتاب، يمكن في يصير نزلهم بجريده او بمجله يوميه بيوصلوا للعالم اكثر، هو افكار يعني، بس بعد بعتقد بعد باول الطريق يعني، ومع الوقت بتبين شو رح يوصل هيدا البلوج. طيب شو عندك رساله هيك معينه بتحبي توصليها لشباب اليوم؟ بحب اقول للشباب انه يلاقوا طرق جديده ليعبروا عن رايهم، بدل ما ينزلوا على الطريق ويصرخوا ويلزقوا صور ناس على سياراتهم، يعبروا عن رايهم بطرق جديده، بطرق بتوصل لناس اكثر، مثلا يرسموا، يكتبوا، في كثير ويب سايت على الانترنت بيسمحوا لهم يعبروا عن حالهم بهالطريقه، طريقه اكثر سيفيلايزد يعني مثل ما بيقولوا، فهيدا المسج اللي بحب وصله. طريقه حضاريه يعني اكثر. بدنا نشكر جدا وجودك معنا. انا بتشكرك كثير على ومشاهدينا ننتقل الان إلى موجز لأهم الأخبار ونعود بعده لمتابعة اليوم على الحرة، ابقوا معنا.